بس سمعنا الصريخ طلعت على البلكون بلاقي البناية اللي حد صارت على الأرض. هيدا البناء زيح وقشط. عرفت يعني التقدير الحقيقي انه من جهة البلوك سي تكسر صار شيء مشكلة بالأرض بالأساسات، اكيد في تسرب مي تحت البناية واكيد في مشاكل رطوبة ومطبوخة البناية صارت مستوية فانكسر شيء بالأساسات وسمعوا له صوته بالبناية. بقي طبقين منها فوق الأرض هي 5 طوابق وثلاثة طوابق صاروا بالباركينج تحت الأرض. طقطقت كل السقوفية اللي ما قدروا حملوا التقل اللي نازل بهالشوك. بدأنا عمليات البحث والإنقاذ من ظهر الأمس لليوم. اليوم توزعت فرقنا على عدة محاور، في عنا 3 فرق على سيارات الإسعاف وعنا فريقين بحث وإنقاذ بالإضافة لمعدات متطورة منهم الكاميرا الحرارية منهم الكاميرا المرئية ودرون اللي عم بتفوت محل ما الأشخاص ما بيقدروا يفوتوا. كانوا العدد المفقودين 9، انتشلنا مرة على قيد الحياة ونقلنا على المستشفى وعندك 3 ضحايا انتشلوا امبارح، بعد في 5 عم نشتغل يدويا بحرفية لحتى انه نشيل. عمليات البحث والانقاذ مستمرة لانتشال كل المفقودين. يعني انه عم بيجوا هالوزراء والنواب بيجي بيقول لك انه اكس واجراك وزاد خد رقم هالفوري وخد رقم هيدا الشيخ وحكوا معه بأنه لكم بيوت. كخي نحن ما بدنا بيوت، ما بدنا من هالدولة الا تجي باسرع وقت ممكن تكشف على 3 بنايات اللي باقيين بهالسنتر يلي كانوا 4 صاروا 3. ما طالبين اكتر من هيك، يعني هلا اتبهدلنا تشردنا. هذا اللي عنده وضع صحي ببيته، هذا اللي عنده أطفال ببيته، هذا اللي عنده عجزي ببيته، بحدود 53-54 مسكن مش لعبي، يعني 53 عائلة برات بيتها، يعني بهدلة أكتر من هيك ما في.